قامت جريدة أخبار الفجر المغربية بتغطية النشاط الذي قامت به جمعية الثقافة والرياضة في إطار أنشطتها الهادفة التي تؤكد مدى حب وارتباط مغاربة العالم ببلدهم الأم المملكة المغربية الشريفة، بحيث ساعدت الجمعية ساكنة تينزرت بجماعة تيجيغجيت إقليم قولميم واد نون في حفر بئر على عمق 60 مترا وتحت شمس حارقة بلغت 40 درجة مئوية. استمرت عملية الحفر 10 ساعات تكللت بالنجاح مع الساعة 10 ليلة. الجدير بالذكر بأن جمعية الثقافة والرياضة تمكنت من جمع مبلغ المشروع عن طريق تنظيم بطولة رياضية بالعاصمة البلجيكية بروكسل، مما يؤكد أواصر المحبة والارتباط والقرابة بين مغاربة العالم وقضايا بلدهم الحبيب المغرب والدفاع عن مقدساته وعن كل حبة رمل من ترابه.